example, determine the horizontal and vertical components of force. المطلوب من عندنا انه نحسب الهوريزونتال يعني المركبات المركبة الأفقية والعمودية للقوة which bend C exerts on member C D E علما للبند C هذا اكو بند C يعني شنو البند قلنا هو شغلة نفس الهنج يعني بيجيب هنا هذا فت بار يجينا هنا الرابط مثلا بار ثاني أو سبورت وهنا بن يعني مثل المسمار اللي بيناتهم فالحركة يعني فقط دوران يعني يسمح بالحركة الدائرية أوكي فيعني ما راح يقاوم لنا العزم ليش يسمح لنا فقط الدوران ولكن الحركة قاومة بأي اتجاه حركة راح يقاوم في الممبر سي دي اي هذا سي دي اي يعني اكو فد بن هنا بهذا المنبر سي دي اي المطلوب من عندنا انه نحسب شنو الرياكشن اللي موجود هنا ذا 600 نيوتن لود از ابلايد تو ذا بن ومخلين هنا قوة مقدارها 600 نيوتن حتى نحل راح نجي نرسم الفري بودي دايجرام طبعا نفكر يعني هو شنو يا فري بودي دايجرام الرسمة هنرسم جزء كل فري بودي دايجرام حتى نستفاد من عنده فنشوف هنا هسه لو اخذنا الفري بودي دايجرام لكل الجسم يعني فقط هذا السبورت وهذا السبورت نجي نشيله ونخلي مكان الرياكشنز فنشوف شلون راح نستفاد من عنده شوف هسه هنا هذا هو الفريم مالتنا هذا بهذا الشكل نجي نرسمه هذا 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 الفريم هذا الفريم نجي للقوة العالية هاي 600 هاي 600 نيوتن وبعد اكو قوة هنا 300 مائلة في نقطة F هاي القوة المائلة الموجودة نشيل السبورت المساند عندنا هنا مسند هنا مسند هذا عندنا هنج فإذا هو نعوض مكانه قوتين واحدة باتجاه الاكس واحدة باتجاه الواي ففرضنا هاي الاي اكس نحو اليسار والاي واي نحو الاعلى هنا اللي عندنا شوف هنا مو هنج شوف هذا هو الجدار شوف هذا هنا رولر يعني قابل للحركة يختلف عن هذا شوف هنا هذا هنج هنج فما يخلي هنا يتحرك ولكن هنا شوف هنا ماكو حركة هنا شنو موجود شوف هنا موجود شوف هاي رولر هاي هاي رولر فإذا هاي راح تخلي الجسم هذا الفريم ممكن انه يتحرك الى الاعلى او الى الاسفل فإذا الحركة الى الاعلى والى الاسفل ما مقيدة وين التقييد فقط انه ما يندفع بهذا الجانب فإذا الرياكشن وين؟ الرياكشن بهذا الاتجاه يعني شنو عمودي على الحركة وهذا الحركة فالرياكشن عمودي على الحركة راح يكون بهذا الاتجاه ففرضناه بهذا الشكل وسمينا الـ NA إذا هذا الـ Free Body Diagram للجسم راح ناخذ Summation Moment حول نقطة E نقطة E هاي النقطة E طيب ليش ناخذ هنا عزم حول هاي النقطة طبعا وين اريد الرياكشن؟ اريد رياكشن يعني بالهنج بالهنج ايش قد حتى نوصل للهنج لازم بقية القوة نعرفها او الرياكشنات حتى نوصل الى الهنج هسه نشوف شلون من ناخذ مومنت هسه حول نقطة اي اخذنا حول نقطة اي حتى تتكنسل يعني الاي اكس الاي واي بعد ما راح اسوي لنا عزم راح تكون صفر يعني مو مثلا ناخذ نقطة حول هاي وناخذ عزم حول هاي النقطة اللي هي دي فإذا أخذنا حول هاي النقطة كلها راح تدخل يعني الإي إكس يدخل لنا بالعزم الإي واي يدخل العزم الإن أي يدخل لنا بالعزم ولكن أخذنا وين؟ حول نقطة إي ليش؟ حتى هاي القوة بعد ما راح تسوي لنا عزم لأن يعني تمر بنقطة إي
من اللي راح يسوي لنا عزم؟ هو 600، 600 معلومة، 300 معلومة. من اللي ما معلوم؟ الان اي، الان اي يسوي لنا عزم وما معلومة. فهسه نجي الان اي، شوف هاي الان اي راح يسوي لنا عزم، نفرضناها بهذا الشكل نحو اليمين، فمن دورها حول نقطة اي راح يكون بهذا الشكل، معناها موجبة كاونتر كلوك وايز، فقلنا هاي الان اي. ايش قد المسافة العمودية؟ قلنا نرسم عمود، شوف على هاي القوة عمود للنقطة، هذا العمود اللي هو 3 متر، فإذا ان اي في 3. بعد شنو عندنا؟ عندنا هاي ال 300، 300 من الدور حول نقطة اي معناها كلوك وايز بالسالب. ايش قد المسافة؟ شوف المسافة ايش قد، فالمسافة منا إلى هنا هاي المسافة اللي عندنا، شوف يعني هاي هي القوة، نرسم عمود عليها، هذا العمود من النقطة اللي نقطة E، فهذه المسافة، هاي المسافة 3 زائد 1.5 راح تطلع 4.5. بعدين عندنا هاي 600 أيضا راح يكون عزم بهذا الشكل، معناها بالسالب لأن كلوك وايز، فهاي 600 المسافة، شوف نرسم عمود هذا من النقطة المن للقوة، فهاي المسافة هي 4. شوف هاي النقطة هي، وهاي هي القوة، هاي 4 هي نفسها 4. فإذا في 4، المجهول الوحيد اللي هنا هو الـ NA، الـ NA من خلال المعادلة راح يطلع لنا 1250 نيوتن. فهسه استخرجنا الـ NA، راح ناخذ هذا الجزء من الفريم، فقط هذا الجزء اللي هو شنو؟ DBF، DBF هذا الجزء نجي نرسمه. شوف رسمناه، شنو الموجود هنا؟ عندنا هاي 300، هاي 300 وخلينا، بعدين عندنا بهاي النقطة، هاي النقطة بي، هذا رياكشن، ناكو هنج بي اكس بي واي فرضنا، هاي النقطة دي ايضا دي اكس دي واي فرضنا بهذا الشكل، ناخذ عزم حول النقطة دي، هاي النقطة هسه من اللي راح يدخل لنا بالعزم؟ يدخل لنا البي اكس بالعزم، شوف فاذا بي اكس ايش راح يساوي لنا؟ ونحو اليمين يساوي لنا بهالشكل هذا العزم كاونتر كلوك وايز، في المسافة منا الى هنا هي 1.5، فاذا بي اكس في 1.5. بعدين ال 300 هاي راح تولد لنا عزم بهذا الشكل، معناها كلوك وايز، 300 في المسافة، هاي المسافة 1.5 زائد 1.5 3 يساوي 0. فقط المجهول هو الـ BX، نحلها راح يطلع لنا 600 نيوتن، هاي الـ BX. هسا ناخذ الـ ABC، هذا الـ ABC، شوف هذا ABC، نجي نرسم الـ ABC، شنو اللي عندنا؟ يعني هذا هو. عندنا هنا 600 نيوتن نحو الأسفل، نرسم القوى الموجودة عندها، شوفوا هذا الجزء الـ NA نحو اليمين، هذا هو الـ NA نحو اليمين، والقيمة مالته عرفناها اللي هي 1250 نيوتن. بعد شنو عندنا؟ عندنا هنا هذه هي البي، هي النقطة بي نفسها هي هاي. زين، شنو استخرجنا احنا هنا؟ استخرجنا البي اكس، بي اكس هنا فرضناها نحو اليمين، شوف ايش قد مقدارها؟ 600، طبعا فرضناها نحو اليمين ومقدارها 600، هي معناها شنو؟ موجبة، يعني ما طلعت لنا سالبة، موجبة.
شنو معناها؟ معناها أنه الاتجاه اللي فرضناه صحيح، على هذا فرضناه نحو اليمين، هاي البي اكس فرضناها نحو اليمين، مقدارها 600، و600 بالموجب معناها الفرضية مالتنا صحيحة. هسه من نريد نجي نرسمها هنا، يعني على هذا الجزء الثاني اللي هو هذا، شو راح تكون عكس الاتجاه؟ هي هاي النقطة بي، هاي النقطة بي، شوف عكس الاتجاه، هذا الشكل فارضينه هنا بهذا الجزء، فنفرضها هنا عكس الاتجاه، يعني رياكشن واحد على الثاني، ونفس القيمة هي مقدارها بي اكس، مقدارها 600 نيوتن. طبعا لنفرض هنا طلعت لنا بالسالب، لو كانت هنا بالسالب، البي اكس بالسالب، يعني نفرض هسه نفرض انه طلعت لنا بالسالب، شنو معناها؟ معناها البي اكس بهذا الاتجاه بالحقيقة، زين. ومن نجي نرسمها هنا شلون راح نرسمها؟ نرسمها بهذا الشكل نحو اليمين، اوكي. هاي اذا هي طلعت لنا بالسالب، ولكن اللي طلع عندنا هو بالموجب، فاذا اوكي الفرض مالتنا صحيح، زين. شنو بعد عندنا؟ عندنا البي واي، هاي البي واي فرضناها هنا نحو الاسفل، هنا فارضين نشوف نحو الاعلى، هنا نفرضها نحو الاسفل، يعني فعل ورد فعل. هنا اللي موجود عندنا، عندنا السي سي اكس وسي واي، طبعا فرضناهم نحو اليسار وهنا نحو الاسفل. هاي القوة 600 هي طبعا وين؟ على الفريم، القوة هاي 600 على الفريم، يعني ما راح نجي نرسمها هنا، هاي 600 هاي مالت البي اكس، اوكي. هسه لو ناخذ سميشن اف اكس يساوي صفر، ايش راح يعطينا؟ 1200، شوف هذا 50 نحو اليمين موجب، ناقص 600، هاي 600 نحو اليسار بالسالب، ناقصا السي اكس فرضناها نحو اليسار تساوي صفر، نحلها يطلع لنا السي اكس يساوي 650، اذا صحيح اتجاهنا صح، وتساوي لنا هي 650 نيوتن. سنستخرج السي واي، راح ناخذ مومنت حول نقطة بي، هاي النقطة، ناخذ مومنت يساوي صفر. من اللي راح يدخل لنا بالعزم؟ طبعا هنا هذا القوة راح تمر بنقطة بي، ما راح تولد لنا عزم، هاي النقطة أيضا تمر بنقطة بي ما تولد عزم، هذه أيضا تمر بنقطة بي ما تولد عزم. من اللي راح يولد عزم؟ فقط السي اكس، السي اكس في هاي المسافة اللي هي 2، يعني السي العفو سي واي، سي واي في هاي المسافة راح يساوي صفر، فإذا سي واي تساوي صفر، يعني فقط هي السي واي، سي واي في 2 تساوي صفر، إذا سي واي تساوي صفر، إذا السي واي ما عندنا رياكشن نحو الأسفل، إذا الرياكشن فقط هو السي اكس. لو كان عندنا المطلوب أيضا البي واي، شوف البي واي ايش راح يساوي؟ سوف تستخرج البي واي، البي واي هسه بما انه ان هذا السي واي تساوي صفر استخرجناها، ناخذ سميشن اف واي يساوي صفر، من ناخذ سميشن اف واي يساوي صفر شنو راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا البي واي يساوي السي واي، والسي واي تساوي صفر، اذا البي واي يساوي صفر. أو ناخذ مومنت حول نقطة سي، ناخذ مومنت انها سي اكس ما راح تدخل بالمومنت، السي واي ما تدخل بالمومنت، ال ان اي ما تدخل بالمومنت، فقط البي واي تدخل بالمومنت، فإذا بي واي في 2 يساوي صفر، إذا بي واي يساوي صفر، إذا شوف هنا بي واي أيضا تساوي صفر.